في إطار الوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لضيوف الرحمن بالمستشفيات السعودية، قام رئيس البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية بتلك المستشفيات التي يعالج بها الحجاج المصريين للإطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية للعمل على تذليل المعوقات كافة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. 32 حالة كانوا منومين في المستشفيات، خرج منهم 29 حالة وباقي 3 حالات ما زالوا حتى الآن منومين في المستشفيات. ال 32 حالة دولت في 9 فيهم اتعمل لهم تدخلات جراحية، 3 اتعمل لهم تثبيت كسور في العظام، و3 تانيين اتعمل لهم أساطر قلبية، وحالة اتعمل لها عملية زايدة دودية، وحالة تانية اتعمل لها عملية في المرارة، استئصال مرارة، والحالة التاسعة أو الحالة الأخيرة اللي هي اتعمل لها عملية قلب مفتوح، ودي كنا عندها النهاردة. والحمد لله هي حياتها اتحسنت وخرجت من الرعاية وبقت في غرفة عادية. طبعا زملائي اللي موجودين معايا اللي هم فريق المرور على المستشفيات هم بيتابعوا الحالات، وبنروح للحالات المنومة في المستشفيات مرتين، مرة صباحا ومرة مساء بنتابع حالتهم. عملنا قاعدة بيانات وتابعنا الحالات دي حاليا في هنا في مكة. الحالات اللي هي اجراءات جراحية العمل زي كسور، حالات كسور العظام وتثبيت العظام او تثبيت الكسور، وحالات القدم السكري طبعا احنا خدنا قاعدة بياناتها وخدنا ارقامهم في مصر عشان نتم متابعتهم في اقرب مستشفى حكومي ليهم ان شاء الله بعد عودتهم بالسلامة، واطمنا على حياتهم الصحية وانهم يقدروا يسافروا ان شاء الله. الحالات المرضية المتواجدة بالمراكز العلاجية بالأراضي السعودية حالتها مستقرة بعد عمل التدخلات الجراحية الدقيقة اللازمة لها لتبقى تحت الملاحظة لحين إتمام شفائها وخروجها بسلامة الله لأرض الوطن. كان صباعي بس معرفش هنا فتح بطريقة غير طبيعية في الحر، وما أول ما نزلت المدينة فنزف بطريقة لدرجة أنا كنت هرجع، قلت هرجع بقى، معقول الناس كلها بتيجي جري عشان تيجي وارجع؟ قلت يا رب قدرنا والحمد لله. هنا عمل شغل عالي قوي الحمد لله، ربنا تمها على خير والحمد لله. من نفس لطبيب كلهم بقوا واقفين، كلهم بقوا واقفين. والبعثة الطبية معايا كلهم بيجوني. لم يقتصر دور السلطات السعودية على توفير خدمات لوجستية ميسرة لضيوف الرحمن خلال الرحلة المقدسة، بل حرصوا على توفير خدمات علاجية بل وتدخلات جراحية دقيقة بالمجان ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموس. محمد حلمي، التلفزيون المصري.